الأسباب معروفة، قال فيها الناظم: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد صاحبه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما من الوريث غيرهن سبب. طبعا هذه أسباب الإيه المتفق عليها، النكاح وهو مقصود به عقد الزوجية الصحيح ولو من غير وطئ أو خلوة، من عقد النكاح الصحيح ولو من غير وطئ أو خلوة، والثاني وهو إيش إيش النسب وهي القرابة، والثالث الولاء وهي عصوبة تكون بين المعتق والمعتق بسبب العتق، بسبب العتق يورث بها من جهة واحدة وهي جهة المنعم وهو المعتق، أما المعتق ما يرث من المعتق، ما يرث إلا المعتق فقط، ما يرث إلا المعتق. هذه الأسباب الثلاثة المتفق عليها، ويوجد أسباب أخرى كثيرة مختلف فيها، مثل جهة الإسلام يعني بيت المال هل هو وارث اختلف فيه، مثل إذا أسلم شخص على يديك هل هذا سبب للإرث أو لا اختلف فيها، مثل الالتقاط هل هذا سبب للإرث أو لا اختلف فيها، مثل مثل الموالاة والمعاقد هذا سبب مختلف فيها، هذه كل الأربعة مختلف فيها، والراجح فيها كلها أنها ليست إيش ليست أسبابا للإرث، وإن كان المؤلف نفسه رحمه الله تعالى يرى في الالتقاط أنه من أسباب الإرث، و مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يرون في الالتقاط أيضا سبب الإرث لحديث واثلة بن الأصقع، وكذلك بعضهم يرى أيضا أن الموالاة والمعاقدة وبعضها يرى جهة الإسلام، ولكن نحن نقول أن الراجح فيها كلها أنها ليست إيش أسبابا للإرث، والله أعلم.